بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل تجب الزكاة فقط على المبالغ التي يدور عليها الحول أو على الرصيد الإجمالي؟ بعض الناس يحملون مفهوما يعتقدون بأن الزكاة لا تجب إلا على المبالغ الثابتة، طول السنة ثابتة لا تتحرك، أما المبالغ المتحركة فهي لا زكاة عليها. ويقصدون بالمبالغ المتحركة يعني الرصيد الذي يكون في البنك، مرة يسحب منه مرة يودع فيه، فالمبالغ متغيرة طول السنة، فيقول هذه المبالغ المتحركة لا زكاة عليها، إنما الزكاة على المبالغ الثابتة مثل الودائع. الودائع ما حد يستطيع أن يسحب منها، تبقى ثابتة وهو يتلقى الأرباح إذا البنك مثلا وزع أرباح على الودائع. نقول في الحقيقة أن الزكاة تجب على المال المتحرك والمال الثابت، لأن كلا النوعين يدخل في ملك الإنسان وتحقق فيه شروط وجوب الزكاة، فهذا مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وفائض عن حاجات الإنسان الأصلية ولا يتعلق فيه دين، فإذا تجب الزكاة عليه سواء كان متحركا أو كان ثابتا. لذلك إذا وجبت الزكاة على الإنسان فينظر إلى كل الحسابات التي عنده، قد تكون حساب توفير، حساب جاري، حساب وديعة، حساب استثماري، أي نوع من أنواع الحسابات البنكية، فيجمع ما عنده من أموال في كل هذه الحسابات ويزكيها زكاة واحدة. قد يسأل سائل يقول فأين شرط الحول؟ لأن هذا المال المتحرك افرض أنه دخل عليه مبلغ قبل إذا كان موعد زكاتي في رمضان مثلا، دخل عليه مبلغ في هذا الحساب قبل شهر أو شهرين من رمضان، إذن هو لم يحل عليه الحول. تصحيحا لهذا المفهوم أو إجابة على هذا السؤال، نقول أن المال الذي يدخل على الإنسان أثناء الحول يسمى المال المستفاد أثناء الحول. فإذا كان هذا المال المستفاد من جنس الأموال التي عنده، مثلا هو عنده في البنك أموال نقدية، سيولة نقدية، فدخل عليه سيولة نقدية أخرى، فإن هذا المال الذي دخل عليه أثناء الحول يأخذ حكم المال الموجود سابقا في الحول وفي النصاب. فعندما يأتي لحساب الزكاة يزكي كل الأموال اللي دخلت عليه حتى لو كان بعضها لم يحل عليه الحول، لأن إذا كان هو في رمضان السابق كان عنده نصاب وأخرج زكاة المال، فنقول هنا في هذه الحالة إن الحول قد انعقد على أمواله كلها. فإذا جاء في آخر الحول رمضان القادم ويريد أن يزكي، فإذا رأى أن ما عنده من أموال بلغت نصابا وأكثر فإذا وجبت عليه الزكاة. انعقد عليه الحول لأنه بدأ بنصاب، ووجبت عليه الزكاة لأنه وجد عنده نصاب وأكثر، وهما شرطان من شروط وجوب الزكاة في المال. فإذا المبالغ التي أكسبها حتى لو ما حال عليها الحول أضمها إلى ما عندي من أموال وأزكيها، لكن بشرط أن أكون قد بدأت الحولي بنصاب من المال وأكثر حتى ينعقد الحول على أموالي. وهنا بعض الفقهاء اشترط أن المال يبقى النصاب موجودا فيه طيلة الحول، ومنهم من قال لا يشترط هذا الشرط، لكن يكفي أن يوجد النصاب في آخر الحول، بس بشرط ماذا؟ بشرط أن يوجد النصاب في أول الحول حتى ينعقد الحول على الأموال. وهذا طبعا مرة أخرى نقول في الأموال التي من جنس واحد، يعني افرض أنه مثلا على سبيل المثال كان عنده أموال نقدية، ثم بسبب أو بآخر تملك، دخل على ملكه أنعام، دخل على ملكه مثلا بقر،
ولا دخل على ملكه شياه وخراف، هذه طبعا يحسب لها حولها الخاص، لأنها ليست من جنس الأموال النقدية الموجودة عنده إلا إذا كانت عروض تجارة، إلا إذا كان هو يتاجر فيها، فإذا عروض التجارة تدخل في حول المال النقدي الذي عنده سابقاً.